دكتور زياد العسلي رئيس فريق العمل الأمريكي لنصرة فلسطين من واشنطن، مساء الخير. إلى أين تتجه الأمور؟ هل كل هذا تنظير إعلامي؟ أعتقد أن الجزء الإعلامي من هذه المباحثات هو مؤسف للغاية. في الواقع أن الأشياء المعلنة التي نسمعها من جميع الأطراف هي من باب التصعيد، ونرى الآن أن الأمريكيون على الأقل خففوا من المواجهة الإعلامية، وهذا شيء جيد. أما من حيث صلب الموضوع، فمن الواقع أن هنالك أزمة بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية الآن، والفلسطينيون عادوا إلى الانتظار والترقب وعدم المفاوضات، وهو لم يكن موقف مريح لهم طبعا في الماضي، ولن يكون مريح في المستقبل إلا إذا حصل تقدم جدي بين المباحثات بين الإدارة الأمريكية وبين إسرائيل. فالإدارة الأمريكية الآن على المحك. نعم، ولكن دكتور إلى أي مدى يعني هذه العلاقة على المحك الآن بسبب موضوع الاستيطان تحديدا، أم نتحدث عن الموضوع بشكل عام أكثر طبعًا. ما يتناول العلاقة نفسها بين تل أبيب وواشنطن؟ دعني أقول شيئين إذا أمكن. أولا، أن العلاقة الاستراتيجية بين أمريكا وإسرائيل لن تتغير على الأقل في المدى المنظور. هنالك علاقة أساسية ولها أبعاد أمنية بشكل خاص وأبعاد أخرى، فهذه لن تتغير في المدى البعيد، ولكن هي الآن في أزمة، وأزمة حكومة ضد حكومة. وأعتقد أن هنالك أسباب أمريكية لهذا الشيء. أمريكا تريد من إسرائيل أن ترجع إلى المفاوضات على الفور، لأن هذا كان جهد أمريكي من مصلحة أمريكا العليا العودة إلى المفاوضات. ومن ناحية ثانية، أعتقد أن نتنياهو قد لمس ضعفا، من الممكن أنه لمس ضعفا من طرف أوباما وإدارته، فأراد أن يستغل هذا الموضوع لكي يحصل على امتيازات إسرائيلية سياسية داخلية، وأيضا من قضية القدس. دكتور زياد، ولكن نتنياهو أيضا في مكان ما في موقع ضعف بالنسبة إلى موقعه من الائتلاف، وأي يعني قرار يمكن أن يعني يشكل شرخا كبيرا في مثل هذا الائتلاف. ما الذي يمكن أن تفعله واشنطن في هذا الإطار؟ ما الخطوات التي تتوقعها أنت؟ كلنا قرأنا قضية الشروط الأربعة التي ذكرتها هيلاري في خطابها مع نتنياهو، وقد تكون كلها صحيحة، وهي على الأقل تطلب تنازلات منه على بعض هذه الشروط إن لم يكن بأجمعها، لكي تصبح قضية المفاوضات قضية معقولة ومقبولة فلسطينيا وعربيا. لا يمكن أن ينجح نتنياهو في تحديه الصارخ مع إهانة شخصية لبايدن بدون أي رد أمريكي قوي، وهذا ما حصل. الآن تحولنا إلى قضية مناقشة القضايا الأساسية. هل سوف يستمر نتنياهو في تحدي أمريكا وفي تحدي العالم على قضية القدس وقضية المستوطنات مع الإجماع الذي ذكرته ألمانيا وغير ألمانيا، أم هل سيضطر إلى تراجع؟ إذا اضطر إلى تراجع، فالائتلاف الذي شكله لهذه الوزارة في خطر، ومن الممكن أن تصبح لدينا إمكانية ائتلاف جديد في داخل إسرائيل يرجع زيبي ليفني ويتخلص من بعض المزايدين على اليمين. شكرا جزيلا دكتور زياد العسلي.